يعني. حان موعدكم الآن مع برنامج ريتويت. نحن ضحكنا قبلها كثيرا وشطحنا أيضا للتخوري، إنه يوم ريتويت الأول من سنته الخامسة. مبروك حبيبتي، بارك بعمرك. شكرا كثير. واللي شايف الفيديو على يوتيوب هيشوف هالعصفور الحلو اللي أعطيته لي مزركش. نعم، وحطيته على قلبي. المكتب مليان عصافير اليوم احتفالا بهذه المناسبة. رمتان في أكثر من 800 حلقة على مدى 4 سنوات. عندما بدأ ريتويت كنت أستخدم، اليوم انتبهت أستخدم مصطلح اشتعلت شبكة التواصل الاجتماعي قبل هل انطفأت من الكليشيهات. يعني هو والنار في الهشيم ما عدت أستخدمهم بالخالص. عندما بدأ ريتويت قليل كان اهتمام وسائل الإعلام بتغريدات الناس على تويتر. اليوم قد أجرؤ على القول إن هذه الموضة انفجرت حتى وصلت حد التخمة. والتحدي اليوم أمام ريتويت وأهله وتفادي هو أكبر التخمة. نعم، وحتى يعرف كيف يجدد نفسه بطريقة شوي جديدة. في بدايات ريتويت كنت أعده وأقدمه بمفردي، بعد فترة تعاقب الزملاء الصحفيون في قسم الأخبار على مشاركة التقديم، فصار له نكهات مختلفة وضحك جنوني للمستمعين ولرواد ريتويت ولجميع الزملاء. تعلمت منكم الكثير، ألف شكر. ولهذا أقترح قبل أن نذهب إلى هاشتاغ اليوم Make Planet Great Again، أقترح أن نستمع إلى مقطع من حلقة ريتويت الأولى التي بثت في 3 حزيران يونيو 2013. ريتويت ريت خوري ريت ويت الكلام لريتا. إنها 7:23، إنه برنامج ريتويت في حلقته الأولى. إننا مباشرة على الهواء، أهلا بكم. باختصار شديد وبلا طول سيري، ريتويت برنامج عن السوشيال ميديا وعنكم وعن كل ما يدور في هذا الفلك، تويتر أولا وإخوانه وأخواته ثانيا. ولأن الشيء بالشيء يذكر، يمكنكم التفاعل معنا مباشرة الآن عبر صفحة ريتويت في تويتر. تغريدات اليوم نقول: المواجهات في تركيا أشعلت شبكات التواصل الاجتماعي خلال الويك أند الباريسي، واحتلت هاشتاغات الموضوع المراتب الأولى عالميا. العرب تفاعلوا كمان مع الأمر، منهم من اعتبره ربيع اسطنبول، ومنهم من لفت محذرا من عواقب الربيع عن خبرة 3 ثورات. ونال أردوغان نصيبه من التقريع، فشبه بديكتاتوري العرب، وكان لخفة الدم كالعادة مكان، حيث تساءل جورج استفين في تغريدته البارحة إن كانت المظاهرات مدبلجة، لأن مش عم يفهم شيء. كانت هذه إذن بعض أجواء الحلقة الأولى من برنامج ريتويت الذي بدأ إذن في مثل هذا اليوم من عام 2013. أما الآن فإلى هاشتاغ اليوم، فلنجعل الأرض عظيمة مجددا. بون انيفرسير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبعد الكثير من التشويق، لست أدري إن كان تشويقا أم سوسبانس، أعلن انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ لأنها لا تناسب مصالح أمريكا كما يقول أمريكته هو. الأمر الذي استدعى الكثير من ردود الفعل ولا ريب في الحياة الواقعية والافتراضية. على تويتر طوفان من التغريدات في هذا الهاشتاغ المقتطع من كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي أدلى بها ليلا فور أعلن ترامب انسحابه. لا يوجد خطة باء، لأنه لا يوجد كوكب باء، رد ماكرون على كلام ترامب حول إعادة التفاوض في اتفاقية المناخ بما يتناسب كما قلنا مع أمريكته مثل ما قلتي. وختم كلامه بتحوير لجملة ترامب الشهيرة Make America Great Again، فأصبحت Make Planet Great Again، أو لنجعل الأرض. عنده خبطات إعلامية مجدداً. في يعني الناس تعجبت حتى على تويتر مساء أمس بعد هذه التصريحات لماكرون.
حدا قال أخجل أن أقول ولكن قشعر بدني وأنا أستمع إلى ماكرون. روائي اللبناني جابور دويهي على فيسبوك ترك منشورا قال نقلا عن برنارد بيفو: هناك القرية الكونية وهناك ترامب أبله هذه القرية. تيبو كتب إنها لحظات سوريالية، ترامب يعلن تعلقا بالبيئة، تعلقه بالبيئة، وأنه لهذا السبب لا يستطيع أن يدعم اتفاق باريس. المخرج الأمريكي مايكل مور اعتبر في تغريدة أن ترامب اقترف جريمة بحق الإنسانية. أدريان اعتبر أن إعلان الانسحاب من اتفاق باريس من قلب حديقة يدل على أن ترامب لا يفتقر إطلاقا إلى روح الفكاهة. شذا فرز لغردات: للمرة الأولى لن تكون سوريا وحيدة معها في عزلتها. طبعا ما وقعوا على الاتفاق نيكاراغوا وأمريكا. وردا على قول ترامب: انتخبت لممثل سكان بيتسبورغ وليس باريس، أرسل عمدة بيتسبورغ تغريدة أعلن فيها أنه يدعم اتفاقية باريس للمناخ. التك الرؤساء ومدراء الشركات التكنولوجية الكبرى لم يتأخروا بدورهم في الانضمام إلى طوفان المنشورات على شبكة التواصل الاجتماعي. إيلون ماسك رئيس التنفيذي لشركة تسلا في تغريدة له أعلن أنه سيترك منصبه كمستشار في البيت الأبيض بعد انسحاب أمريكا من اتفاقية المناخ. قال في تغريدته: التغير المناخي حقيقي والانسحاب من اتفاقية باريس ليس جيدا لأمريكا ولا للعالم. المدير التنفيذي لشركة جوجل سوندار بيشاي أعلن في تغريدة عن خيبة أمله من قرار الانسحاب مضيفا: ستظل جوجل تعمل بجد من أجل مستقبل أكثر نظافة وأكثر ازدهار للجميع. مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ بدوره ترك منشورا على صفحته اعتبر فيه أن الانسحاب من اتفاق المناخ في باريس سيء للبيئة ويضر بالاقتصاد ويعرض مستقبل أطفالنا للخطر. ثم أضاف: من جانبنا التزمنا بأن كل مركز بيانات جديد نبني سوف يكون مدعوما 100% بالطاقة المتجددة. إن وقف تغير المناخ أمر لا يمكننا أن نحقق إلا كمجتمع عالمي، وعلينا أن نعمل معا قبل فوات الأوان. جاك دورسي مدير تويتر لم يتأخر هو الآخر، أرسل تغريدة معترضة على الانسحاب من اتفاق باريس، فدعاه مغردون إلى إقفال حساب ترامب في تويتر. في المقابل كان يمكن قراءة تغريدات من نوع تلك التي كتبها محمد الصبان، قال: هنالك منا من يهاجم ترامب على قراره الليلة وهو غير مدرك للخدمة الكبيرة التي قدمها لدولنا المصدرة للنفط بقراره الانسحاب من اتفاق المناخ، طلعنا معه بالآخر جهل. غير ذلك كان هناك الكثير من الصور، من بينها يد تمثال الحرية في نيويورك وقد غمرته المياه، واليد التي تحمل الشعلة تحاول البقاء خارج هذه المياه التي سببها الاحتباس الحراري. حساب فرانس ديبلوماسي نشر صورة للأرض على خلفية بيضاء مكتوب عليها: لست وحدك، صور لبلديات باريس وقد أضيئت ليلا باللون الأخضر. انتشرت بكثافة على التايم لاين. أنا سأنتشر بكثافة إلى الخارج، انتهى وقت البرنامج. شكرا لك رمتان، باي باي. ريتويت مع ريت تخوري.